في المية التانيين. أنا بس عايز أعرف هما دولت اللي هيجوزهم مأذون ولا دكتور؟ ليه؟ لا مأذون يعني دول يعني بيتجوزوا وبيناموا جنب بعض يعيوا، يبقى أكيد مش مأذون اللي كاتب لهم الكتاب. لا بس ده إفيه على فكرة. البنت باظت من كتر النقاش، فقدت روح الفكاهه. دلوقتي يعني اللي انت خلقتيها دلوقتي يعني اللي ضحكتي بجد. انا ما ضحكتيش اساسا. لما قالت لي التاخده برضه يا سلام في حته تانية قالت لك ناموا ولا قبل ما يناموا يا جماعه بيقولوا